صحيح، حتى بعض المشايخ الآن يقول كلام الشيخ ثمين واضح هذا، يعني إذا قالك الآن بعد نص ساعة سنكون فوق الميقات، أنت خلك بعد 25 دقيقة قول لبيك اللهم عمره. ليش؟ لأن الطائرة ما راح توقف على الميقات، سريعة الطائرة، فيمكن لما بعد نص ساعة بالضبط تقول لبيك الله عمره تكون عديت الميقات، فأنت تلبي قبلها على الأقل 5 دقائق. نعم.